جايز كيفكم؟ مسلسل الكلمة بسدد الفيديو. اليوم انا رايحة على طبيب الاسنان لانكم من عائلتي، حبيت اورجيكم واخدكم معي على الطبيب. اشترك بالقناة، فعل الجرس، معنا لايك، تابعونا على الانستجرام، اسم موجود هون. احكوا لاصحاب كل كتار يتابعوني. يلا تأخذنا كتير على الطبيب، يلا خلينا نروح سوا. شوي واقفين وبابا هيو اللي شوي بوقف سيارات. هاي بابا وقف سيارة وأخيرا تقريبا عندنا وصلنا دكتور سلمان. خليكم معنا آخر الفيديو، شوفوا طبيب الأسنان ايش يحكي لنا عن السلام. وصلنا طبيب معاملة الطبيب كتير كويسة معي، دايما بجي عليه بخوفنيش، بحمسني، بقوي، بخليني قوية اتحمس اعمل السنة. بحكي لي بكرة بتصيري تضحكي، بس بتكون حلو وسنة بكون بيوت عاد ما خافش. خليك زي كان بيضحك لنا كمان ساعة بنفوت لجوا لأنه عنده زحمة ناس كتير. وأعطونا كمامة طلعت كبيرة علي، شوفي عشان هيك شلحت كبيرة. أشوف قلب الصور شكو إياها كبيرة علي. كبيرة كبيرة دفشة دفشة اللي لسه هيك قاعدة صح؟ عنده دوشة، سامعين الدوشة، عنده ناس كتير وحكينا ساعة عندنا نستقبل الساعة. سألنا أكثر من ساعة نستنوه طبيب زياد بيعالج الناس لأسنانهم. أنا حبيت أورجيكا العيادة الصالة اللي إحنا قاعدين فيها، تبت العيادة. هاي هنا شاشة بابا. هاي لما بدنا نمرق ونفوت على الدكتور من عند من ذاك الباب، هنا هيك بيجو ناس، وهنا هي هالقعدة. هذول شهادات الساعة حلو كتير كتير فخمة، لنا أبيض عن جد العيادة حلو كتير. هاي الناس هون بقعدوا، هذا الصالون اللي بقعدوا فيه. سلاف من الزهق تلعب ببجي، صار لنا تقريبا ساعتين واحنا بنستنى في الدكتور. السلام عليكم. ايه سلام دكتور سلمان، كيف حالك دكتور؟ كيف امورك؟ تعال فوق يا صغير، صار حالك لفوق. تحيه طول تقويم بابا بكره بدي. انا شايف اسنانها اللي فوق الناح ولا كيف؟ فيش سوسة بس في واحد طحونة جوا. مشكلة الدايبات عندها عملت الجغراب، واحد يمين واحد شمال، مش في اثنين ثلاث جهة. لو خزان في الجهة الشغل أسهل علينا بكثير. واحد جاي يمين واحد جاي شمال. مر علينا فيها بكرة دكتور تقويم، نطلع بالشيخ شوف شو بيعمل معنا. هذا ضروري بده تقويم، لكن ما نعرف الآلية تحته، خطة العلاج تحته ايش الدكتور. عشان لسان هدول الدايبات، لأن لسان الدايبات هدول في من حينخلع مؤكد يعني، اثنين حينشال. فبدنا نعرف بعد ما يشيل الاثنين، هل هو عنده نية يسحب اللي ورا ويحطه مكانهم؟ ولو يحافظ على مكانهم الموجود إلى قدام تضطر تركبه وتعمل زراعة بالرحم، طبعاً هو اللي بيقرر. لأنه حياخذ مقاسات على الصور أشعة وعلى هواء يقرر ايش اللي بيعمل. إذا خطة علاج يعني. تمام؟ سلام. تمام. الله يسلمك. تجيب صرتين لها وتمر علينا فيها. هي خايفة من التقويم بالبال. مش خايفة من التقويم. خلصنا روحنا من العيادة. أنا أول ما قعدت بكيت خايفة، بكيت
فكرت انه دكتور التكوين بيجي لان انا بخاف من التكوين كثير، لانه من كثر ما بقدر يحكوا لي تكوين تكوين تكوين. مثل ما سمعتوا طبيب اشرح حكى عن اسناني، بكره عندي مراجعه عند دكتور التكوين. اذا انا قدرت اورجيكم الفلوج بصوركم لكم، اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس اللايك وتابعونا على الانستغرام، اسمي موجود هون. سلام.